قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن صفقة القرن ومؤامرة حركة حماس لتعطيل قيم الدولة الفلسطينية لن تمر. وأضاف عباس في الذكرى 14 لرحيل الرئيس السابق ياسر عرفات أن الفلسطينيين يمرون هذه الأيام بظروف صعبة، وأن الأيام القادمة ستشهد إجراءات شديدة. مع ذلك ستبقى الأبواب مفتوحة باستثناء القبول بصفقة القرن. اجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهو في حال انعقاده أعلى سلطة، وقال هناك مؤامرة أمريكية تتمثل بصفقة العصر، وهناك مؤامرة إسرائيلية لتنفيذ صفقة العصر، ومع الأسف هناك مؤامرة أخرى من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. للمزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العملة. يارا، إذن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهامات لحركة حماس بموضوع تعطيل قيام الدولة الفلسطينية، وهي اتهامات متبادلة أصبحت واعتدنا على سماعها بين الطرفين. كيف تم التعامل مع هذه التصريحات في رام الله وأيضا من قبل مسؤولين حماس إذا كان لديك اطلاع؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد ردود فعل حول كلمة الرئيس اليوم التي جاءت في الذكرى 14 على رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات. الرئيس تحدث من جديد حول الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وشدد على أن الأيام القادمة سوف تكون أو ستشهد اتخاذ إجراءات وصفها بالشديدة، هنا في إشارة إلى القرارات التي كان قد اتخذها الرئيس المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وعلى رأسها تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأمريكية، أيضا تحديد شكل العلاقة مع الاحتلال، وتحديد شكل العلاقة كذلك الأمر مع حركة حماس، بالإضافة إلى أنه قال بأن الأبواب ستبقى مفتوحة للحوار باستثناء تقبل القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أيضا لما باتت تعرف بصفقة القرن. وفي بداية حديثه قال إن هذه الصفقة لن تمر كما مر وعد بلفور، وأيضا ما وصفها بمؤامرة حركة حماس كذلك الأمر لن تمر. كما أشرت لا يوجد هناك ردود أفعال حول كلمة الرئيس باستثناء أنها أخذت صدى عبر وسائل الإعلام سواء الفلسطينية أو أيضا الإسرائيلية كذلك الأمر. على الجانب الآخر وميدانيا رولا، لابد من الإشارة هنا إلى أنه وفي الذكرى 14 على رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات، معظم مناطق التماس في الضفة الغربية شهدت مواجهات. على سبيل المثال هنا عند مدخل الشمالي لمدينة البيرة عند حاجز بيت إيل كانت هناك مواجهات، أيضا كان هناك اقتحام لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة طارق بن زياد في مدينة الخليل، أصيب على إثرها وخلال إطلاقهم لقنابل الغاز السامة وأيضا قنابل الصوت أصيب 10 طلاب بحالات اختناق وإغماء، بالإضافة إلى معلم. أيضا في مدرسة تقوع عند مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية كان هناك اقتحام لساحة المدرسة خلال إحياء هذه الذكرى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلاب ما أدى إلى يعني حالات اختناق وأيضا إغماء بين صفوف الطلبة. وعلى إثر ذلك وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت بيانا استنكرت في هذه الاعتداءات التي كثرت في الآونة الأخيرة، وطالبت المجتمع الدولي بإصدار موقف حازم ضد هذه الانتهاكات التي تطال القطاع التعليمي في فلسطين. رولا، شكرا لك من رام الله مراسلتنا يارا العمل.